شوية من مفيش كلام، فريق ده الإسماعيلي قبل بيخربوا النادي الماتش يا فندم، السيراميكا. ده خراب للنادي، ده خراب للنادي يا فندم. ده بيطلعوا من اجتماع مجلس إدارة يكلموا اللعيبة مثلا اللي ضد كريم، اللي هم ضد جريده مثلا، خلاص خلصت لك عليه مشي، اعتبره مشي. هم اللي بيتصلوا باللعيبة، أو واحد معشم أيمن الجمل يروح مكلمه، المدرب مشي خلاص، أنت أيمن اللي هتمسك. أو واحد اتصل بوهبة، يا وهبة أنت اللي ماسك، طب ما وهبة هيجيب جهاز، وأيمن الجمل هيجيب جهاز، وحمزة هيجيب جهاز. فالموضوع طلع من بره واحد واثنين بقى 10، ال 10 بقوا 20، ال 20 بقوا 50. أسلوب إدارة منشأة كبيرة زي النادي الإسماعيلي تدار بهذا الشأن. يا سيدي أنا عدو مبين. أنت راجل كلهم صحابك. هل الكلام ده ينفع؟ لا، لو انت بالكلام اللي بتقوله طبعا انت على مسؤوليتك، الكلام انت بتقوله انا طب ما تدخل لي اي ما اعرفش التفاصيل. طب ما تدخل لي اي حد يواجهني يقول لي الكلام ده مش احنا مظبوط. عايزين يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن النادي الاسماعيلي عايزين نعرف السلبيات افندم عشان الامور تتحل. انا بقى لي فتره افندم كل سنه مش عارف ايه المشكله في النادي، هل مدرب، ده النادي الاسماعيلي هل لعيبه، هيعاني السنه هل دي، اداره، هل ايه بالظبط؟ بص بص، النادي الاسماعيلي هيعاني السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت. هو بس حظهم ان اسوان والداخليه وحرس الحدود يعني الامور معاهم مش هتبقى مظبوطه، وهم الفرق الاقرب للهبوط. بس ممكن معيني. اسوان تتظبط مع الرمادي، مدرب كبير كابتن جدا، كابتن ايمن الرمادي طبعا مدرب كبير جدا، واحد كسب من الماتش افضل اللي المدربين، فات وايمن الرمادي هيتحرك في الدوري المصري بشكل كبير. ومدرب اتظلم، كنت عايز اجيبه الاسماعيلي سنه 2012 بالمناسبه. بابا فاسيليو ده لما جه المجلس بعت انا للاخ خالد زين، قلت له المدرب ده كويس، وانا ما يعني ما عنديش علاقه، خد رقم عبد المنصف او عبد ده الواحد. هو قبل راجل بدايه صديقي. الموسم السنه دي قبل لا الجريده، قبل ما يجيبوا كالديرون ده من كام سنه؟ السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت. هو اتصل بيا يعني بتجيبه، قلت له المدرب اللي انتوا بتجيبوه ده مش كويس. بعت له رساله وقلت له على الناس كالديرو، قلت له الناس في السعوديه قالوا لي مش كويس وبتاع، طب ترشح مين؟ قلت له برشح لك بابا فاسيليو، وخد تليفونه وتليفون عبد المنصف وعبد الواحد اسالوا عليهم، عشان كان ماسك وادي دجله. ولا اتصل بحد ولا فكر يجيبه خالص يعني. حتى كان في احد مدير الفنادق في اسماعيليه، اسماعيلاوي اسمه ابراهيم نصر يعني، برضو عرضوا على رئيس النادي، يعني عرضوا على رئيس النادي محب للنادي يعني ملوش علاقه بالسمسره من عدمه يعني. فشوف جابوا كام مدرب وما فكروش يسمعوا كلام الناس اللي بتحب النادي. انت معايا حضرتك؟ فاسلوب اداره منشاه كبيره زي النادي الاسماعيلي لا يحق ان الناس دي تكون موجوده تديرها، ولا يحق منهم ما يفعلوه في النادي الاسماعيلي. يعني هل يجوز ان النادي الاسماعيلي اللي هو بيتساوي بالاهلي والزمالك او ثالث اكبر نادي في مصر يشكر محمود الاسيوطي على انه بيجيب كور دعم للنادي الاسماعيلي؟ فين حمره الخجل؟ طبعا الحاج محمود الاسيوطي اخويا وصاحبي وحبيبي لكل وعلى راسي يعني، وما عندوش اي غلط، كتر الف خيره، بس انا مش النادي الاسماعيلي يا اخي. ده انت لو رفعت سماعه التليفون على اي حد في اسماعيليه، لو اي حد في اسماعيليه هيعمل اي حاجه وهيدفع كل الفلوس يعني. ما انت عندك قال عثمان في اسماعيليه ما يدعمه، وانت مش قادر يمشي 100 حد يدفع في اسماعيليه يعني. انا حتى لو مش يعني قلت لهم خدوا الملاعب بتاعت احد الفنادق اللي انا بأديرها، قلت لهم خدوها فري لقطاع الناشئين، كانوا هيمشوا طريق الوحش يا عيني. طيب يعني مشكله النادي الاسماعيلي في الاداره، في الاداره. طب ما الاداره دي ما كانتش موجوده قبل كده وكان في اداره تانية. حلو، كان ايه اللي حصل؟ برضه الامور ما كانتش كان ايه اللي كويس. حصل؟ هقول لك صح؟ من ناحية عشان الإدارية نبقى منصفين، ما انا اقول حاجه، بنتكلم في جميع وجهات لا 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 النظر لا، مقارنه يعني. ظالمه، مقارنه ظالمه. مرتبات في مواعيدها، مفيش شكاوي على النادي، فلوس المهندس ابراهيم ماشي من النادي دافع 63 مليون جنيه من جيبه. المهندس ابراهيم اخطا ازاي كان فيه في الاستعانه تشكاوي وفلوس لسه كان لا لا لا، ده على المجلس، ده مش على المهندس ابراهيم خالص. اللعيب التونسي اللي كان في أيوة المجلس هو ابراهيم عطا الله، لو كان قاعد كان هيحل المشكله. هو مشي والمشكله قائمه، هو سايب 62 مليون جنيه، خد من رصيده ادفع المشكله ال 8 مليون جنيه بتوع الجزيري. 62 مليون دي راحوا فين؟ سايبهم في النادي مديونيه من جيبه. خلينا نكمل يعني هو دفع للفلوس دي عشان افضل نادي اداريا. والنادي الاسماعيلي كان عايز قرض من وزاره الشباب والرياضه. انسى الكلام ده، قرض مين؟ بيضحكوا على الناس. وزاره الشباب والرياضه ايه اللي عندك عشان تقترض؟ ايه اللي عندك عشان تقترض؟ بضمان النادي الاجتماعي. ايه النادي الاجتماعي هو خده؟ والعضويات فين العضويات؟ هو باع عضويات؟ هو انت عاوز تاخد فلوس وتلبس النادي؟ النادي المجلس ده هيمشي وهيلبس النادي في 300 400 مليون جنيه خسائر عن قضايا ولاعبين جابوها. طيب انا مش عايز بس ابقى طرف يعني خالص خالص، انا بكمل لحضرتك بس عشان انت قلت المجلس بس. انا عايز، انا بتكلم كوره سريعا الاسماعيلي سريعا برضو ايام المجلس السابق اللي قبل المجلس غلطته فين؟ كان في مشاكل برضو في منطقة، والفريق متعرض للهبوط اداريا وماليا. ان الاسماعيلي كان احسن نادي في الفتره دي.